ده سلامة يا حبيبتي، بالسلامة. ألف سلامة يا وردة. بالسلامة. ما تعوجيش عليك. مع السلامة يا أم وردة. مع السلامة. ألف سلامة يا أخي. كلمة إيه وحشة. ألف سلامة. مع السلامة. أهلا سمواس. أهلا يا مواس. ازيك يا سمواس؟ اتوحشتك يا مواس. مواس ميو. اتوحشتك يا حبيبي. ازيك يا مواس؟ ازيك يا مواس؟ هش 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 يا اخويا، عامل الناس حلو. جرالك ايه يا استناعي؟ من متى وانت بتودي الاهل والخلان من اهل سيدك المحولجي؟ انا؟ ابت ما بت، انا شايفك بعناية اللي هاكلهم الدود. ترى يا سي مواس، ما عايزنيش اقعد مع ضيوف خالتي، وبعدين هي اللي قالت لي اقعد معاها، ولا كانك ما سمعتش. انا ولا ايه؟ كرسي ولا ترابيزه؟ لا يا سي مواس، فوقك ده. انا سكتت كتير جوع على الغلط. لكن ليه البهدله دي؟ امه يا تاخدوهم بالمعروف يا تفرجوهم بالمعروف. ايوه ايوه، اشتغل في الوعظ يا بيه. وعظ؟ ايوه وعظ. بزنبلك زنبلك، دوس على الزر. اوعظ دوس على زنبلك. اوعظ مش كده. بقول لك ايه، اقفل خشمك اللي بيطلع مرار ده. يلا غوري من وشي، غوري. الله يسامحك يا سمو. حلو التنظيف والكنس دلوك؟ ها؟ حلو عاجبك ها؟ سمعت كل حاجة؟ يلا انزلي انزلي، خلي لسانك يكر كل اللي سمعتيه لأمي. يلا هش هش مجنون هش. لو كنت عارف ان الحب هيعمل فيا كده كده يا مواس، ده انا شرياك وحطاك جوا قلبي وحضناك برموش عيني. هو انا اللي ما بخلفش ولا كله من عند ربنا؟ هتعترض على امر ربنا؟ طب انا ذنبي ايه بس؟ البيت وانا غايبة يمشي كني قاعدة. حاضر. فاهمة؟ حاضر. هاتي القرشين دولت تديهم لأم حسام عشان بيتها عيان. يلا. تشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا خال؟ يلا مواس. سلام مواس. فين مرتك؟ ما جاتش تسلم. مرتي جوا. اتفضل. يلا اتفضل اتفضل اتفضل. ايش ايش السلام. سلامة. سلامة يا حاج. مع السلامة يا نوار. روحوا تيجوا بالسلامة. عن اذنكم دقيقة واحدة. بالسلامة. أجيب لك إيه معايا وأنا راجعة من مصر؟ مش عايزة حاجة يا خال، ترجع لنا بالسلام. سامحي مواس يا بنتي، ده أنت العكلة، الحمل كبير قوي عليه الأيام دي، وربنا هيجبرك. مواس خلى فيا عقلي يا خال،
ده انا عايزه اموت عشان ارتاح. استغفر الله يا بنتي استغفر الله، ما تدعيش على نفسك بالموت، بكره هيهدى. انت كمان اصبري، ربنا يعطيك ان شاء الله يا رب يا بنتي. انت مش بتحبي جوزك؟ بحبه يا خال، بحبه اكتر من نفسي. تبي تصبر يا بنتي وان شاء الله ربنا هيعطيكي. انا ماشي عشان اتاخرت، القطر هيفوتنا. بصي بالعافية. عايز اقول لكم الهتافات وتقولوا لي رايكم فيها. الهتافات ما بتتكتبش، هي بتطلع لوحدها. كلنا عارفين احنا عايزين نصرخ ونقول لهم ايه يا جماعه، ده خروج عن النظام. الاتفاق ان احنا نغني، وبصراحه انا شايف ان الغنى هيخلي مظاهرات الطلبه شكلها متحضره بجد. خلاص انا هكتب قصيده. احنا دلوقتي نروح اللجنه اللي بتنظم المظاهرات، وكل واحد هناك ممكن يقول وجهه نظره، بس المهم اللي نقوله ونتفق عليه هو اللي يمشي. هو اللجنه هتجتمع فين؟ هنقابل باهر في قهوة إيزافيتش وهو اللي يوديه. يلا بينا. الظاهر مفيش حد هنا. إن شاء الله فيه، إن شاء الله فيه. يا مصطفى، مصطفى ظاهر انه مش هنا يا ولدي، حظك كده. يلا اتكل انت على الله وروح على وحدتك. ماشي يا ابويا. تأمريني بحاجه يا عم تيل؟ كتر خيرك يا ضنايا. طب يا عمي يا ربنا يخليكي، اجسبي لي حته مطبق وانا راجع. مطبق؟ مطبق ايه يا محمد؟ ده انت بتحب الويك. خلاص يا عيشه خلاص، عشان انا عارف اني مش هخلص من لسانك اللي شبه لسان العصفور ده. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ولدي بالسلام. اكتش يا مصطفى البيت، اكتش الشقة تضرب تقلب. ايه ده، امال فين حسين؟ بيوضب له ولا بينظف ايه؟ الله، يلا يا بنتي يلا نلمله كده الشقة لغاية ما يجي. اقعد انت ياما، انا هوضب. انا بلاش لماضة، وضب انت هنا وانا هوضب اوضته، وبعد كده نعمل له الوكل عشان يجي يلاقي وكله جاهز. يلا يلا بسرعة يا اختي. ايه اللي انا عمري شفت كلية تتأخر لحد دلوقت، مش كده ولا يا اخوي؟ بقول لك ايه، ما تسيبوكم من الوكل اللي انتوا جايبينه ده، وتعال اعزمكم على وكل كباب النمائيه في سد الحسين. الله يا عم الشيخ عليك، الله، ولا الكفتة بتاعتهم ولا مية الترش الحمراء. الله بس يا بنت، بس احسن انا هاريك جري. يلا يا بنتي يلا. حاضر يا امه، يلا شيلي شيلي الحاجات دي كلها.